أنا عربي. أنا عربي. أصلي عربي. عربي. نبضي عربي. عربي. أنا العربي. العمل المنتظر للرابرية العرب. ماشي أنا الحالي. إيش الوضع الحالي؟ دم العرب رخيص ودم الغاير درا علينا غالي. إيش اللي ببالي؟ ردي يا كلماتي. صغري الديابير على الشهداء. محمد الدرة والشيخ أحمد ياسين والشيخ عايش بترابك يرد فلسطين في العراق في الشيشان فرض المسلمين طايرين على اليهود الحاقدين صامتين مهما مدت السنين صامتين رجال العز العازمين مسلمين وعارفين القرآن والدين على العدل اللي سايرين فيه لن نهم ولن نحين صارخين الصوت العالي صارخين الله أكبر على اليهود المعتدين سايرين في طريق العدل نحن المؤمنين خير أمة صادقت في دنيا ودين أعطين عربي أصلي عربي صرخت الأطفال تعلو صوتها من خلف الأبواب صرختنا تبكي من القهر والعذاب إلى متى وأنا جالس كذا مكتوف اليدين صرخاتهم تقطع قلبي دوم يبقى علي يدين أصحوا يا بشر أصحوا يا عالم أصحوا يا ناس خلوا عندكم على الأقل شوية ذر إحساس كل يوم قلبي قطع وأنا أسمع هذا الشيء وإذا الغيرة بقلبي ماتت أتمنى أكون حي حتى الغرب تشمتهم في دين الإسلام الآن هم اعتقدوا أن شباب العربي هم ياكلوا النعم خلونا نكسر الصورة من عيون هالأنجاس ونعلمهم تفكيرهم فينا غلط من الأساس أيب إذا متى وأنتوا ناس في هذا السبات ماني قادر أتحمل كل يوم أسمع صوت الآهات أنا عربي دمي عربي وأصلي عربي وراح أدافع عن نفسي وهذه أصلا هي بلدي أنا عربي أصلي عربي نبدي عربي أنا العربي أنا عربي أصلي عربي اللي بديت كان لي الاساس ما كنت اختصر هذا الواقع ولا معنى الاحساس كنت اتكلم عن واقع متحضر يكسر الراس تدمر الاعداء وترفع بعض الناس لكن حسيت بألم بعض الشيء انا موجود الحين ميت ولا حي كل كلمة من شفاتي تخرج مني انا في التبور تطفي الاحلام وضوي بعض الشيء انا عربي وما راح اسد دم شهداء انا عربي وما راح انسى كل نصرانة انا عربي وكل حرف مني يهوانا انا عربي وما راح انسى كل اخوانا انا تبع للصوت بلغ طب الخطوة انا عربي صوتي عالي ترى مشهور ماما الالم يسد العناء عن الحال راح استمر في طريق هذا الطريق المرجاء انا عربي اصلي عربي محمد الاسلام وبس مغروسة في قلبي نقولها لي اخر انفس عربي مسلم دم سخون موت الشدة بجيش التوحيد اي عدو للاسلام انهده جيش العرب شعارة لا اله الا الله اموت مفتخرا بالاسلام من الشهداء صرخة عربي شريح مجاهد في الميدان لا يرضى العيش دليلا تحت راية الكيان من بلاد المختار لامتنا العربية ستعود الفتوحات مع العزة الاسلامية لنوحد الصف بدون انحياز اقليمي للجهاد لتحرير اخانا الفلسطيني لا توجد قوة على الارض تقهر الاسلام لنتسلح بالقرآن فعلا ليس كلام جايينك يا فلسطين لتحرير باقي البلاد بالتكبير انحرر الروح يا النصر يا الاستشهاد انا عربي اصلي عربي انا عربي اصلي عربي انا
الجدران والمجور والفساد معه سرقة أموال وأعجبه أمتي أين قد اختفى الرجال راية عروبة راية عزة الآن نكست صفة كرامة صفة رجول الآن تكنسلت أمتنا تنادي أمتنا تستغيث يا أحفاد صلاح الدين أليس هنالك من مغيث صفت يتامى صفت ثكالة في ازدياد والطفر خبينا وارحم يا رب العباد سوريا الجريحة لبنان مع بلاد الرافدين أكيد ما رح ننسى الحبيب فلسطين والعرب ليمين ما حد يتحرك وسارع أمتنا تتصب وما حد أبدا دافع أصرف على صوتي يا عرب يا هلو عداء الأمة طامعين علينا إنتم أنا عربي أصلي عربي نبضي عربي أنا العربي أنا عربي أصلي عربي نبضي عربي أنا العربي دين الإسلام الدم العربي في قلبي تفجر وحط الله وحارب ضد الظالم لي قلبه تحجر مرضيتش باللي صاير في بلاد الإسلام تتدمر اخترت الموت بكرامة وقلت الله أكبر عرب والدين يجمعنا لكن في بيننا فواصل حدود وهمية تفصلنا خويا هذا الوضع الحاصل لازم من توحيد الصف وكتف بكتف تكون وقفتنا ما يهمش لهجة ولا دولة وحيكون الأقصى وجهتنا مسلم عربي لي بثائر بعلى صوت النادي إخواني يد بيد جاء وقت الجد نثوروا على المجرم والجاني صوت الحرية على المايك واقف ثابت في مكاني ندافع عن حقي بصرخاتي نثبت هويتي وكياني يا عرب انسوا لحاد الماضي طوهم حلي فات كل واحد يرجع للأصل عربي نرسلها بصرخات كل قلوب الناس نرسلها لفتح القدس بنعلن حربي من اللي بياخوكم ونقولها بأعلى صوت أنا عربي أنا عربي عربي أصلي عربي شوفوه بالواقع الطفل تو تفتح وشاف الموت بعينه ابغى اجابة ليش حق العرب يضايع يقرف الليل ونهار والمقابل يضع سنينه سمعنا وشفنا وعلى السكوت تعودنا واحد يفتح فمه لقول الحق يموت حولنا نهدي الازمة لكن لليوم ما استطعنا الخوف عمل قلبي والكلام صار بدون صوت اللي ينشف مؤثر لازم نشوف الحق لجل نساعدك اللي بريئة من اللي اهانة والذل ما في حل بين الايادي بس ماني راضي انهم في لحظة يهتكوا عرض اجداد اجدادي تعبنا وحنا نقول بس خلاص يا ناس يكفي نتضح من الحاصل ان الكلام معهم ما يوفي معقول النور انطفى واختف زيادة العروبة لي الحق اني اتكلم وعارض هذا المكذوبة انا عربي اصلي عربي Yeah.